مرة تجيبني في مكان شيك بعرف ان في بعديها مفاجأة مش ولا بد، في عادي يعني ممكن تطصها في وشي بدل ما تغرم نفسك كده؟ ولا غرام ولا مفاجأة ولا اي حاجة، عايز اقعد ارغي معاك شوية. احمد انت صبور قوي، ما زهقتش يا ابني؟ اعمل لك ايه طيب؟ تعمل ايه؟ تنفد بجلدك تخلع؟ والله فكرة. لا لسه ما زهقتش قوي كده، لسه شوية. امال ايه الكلام اللي مالي يعني؟ بقول لك يا منال، انت عارفة ولا بتستعبطي؟ مش بقول لك بيبقى فيها مفاجأة مش ولا بد، عارفة ايه يا احمد؟ ابو علي وريم. ابو علي وريم؟ بابا؟ ريم وبابا؟ على فكرة زمانهم قاعدين في الجنينة اللي احنا بنروحها دي. أنا بفكر بجد أغير اسمي بعد اللي بيجرالي معاك ده. سمي نفسك إيه؟ أسمي نفسي نعيمة عشان يبقى حسن ونعيمة. فكرة برضه. طب أنت عارفة ريم دي معناها إيه؟ مش عارفة، معناها إيه؟ الغزال الأبيض. يا حسن ده بتضحك عليا عشان بصدقك، وفي غزال أبيض؟ حسن أنت بكاش قوي. ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر، رمى القضاء بعين جؤذر أسدا. يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجل. يا نهار أسود يا نهار أسود، أنا مش فاهمة حاجة. هو ده عربي ده؟ بابا وريم؟ ده ايه المفاجأة العسل دي؟ نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.